الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي. صباح الخير يا مدرسه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قولي يا ميهي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا يا طنطماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه، ده رئيس اسره نور الحق ومحبكها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقه الاسئله. امتحان ايه واحنا لسه اصطبحنا ومتضر للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني مؤاخذه انا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض مهاميهم. ها نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدايا مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبصوا في الكتب والمراجع. الله، طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسموح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زهر النبي، هيثم دبور، منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سرقني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة على المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهارده في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت إجابتك. أنت إيه اللي جابك متأخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعة، الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغاية آخر السنة، لأن اللي ما بيحترمش المحاضرة بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسة بتاعته. أنت مالك أنت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ أنا كنت بقول يا أبلة يعني عشان ما تقولش، وأنا مش أبلة. اللي يتكلم هنا يبقى بإذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدلك الامتحان ربع ساعة. مش بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي، لا بقى ده كوسة بقى. كوسة أنا من كوسة. هنعمل بقى شوية. ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا أنا سعيد جدا إن أنا شفتك هنا النهاردة، برافو. عدي ما تكلمش حد. حد غريب؟ جريه اشتغل انت بدي بقى. ها
أنا خلصت أبلة حاجة زي الفل وبارك الله فيما رزق. أنا مش أبلة والورق كله بيتلم آخر المحاضرة. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده؟ الواد ده بيتكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. اه الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين انهم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ اه هما مين دول اللي ما انت مين؟ تامر وعليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. يا ابا عملت قلتي مع البيت من الصبح ومحدش ملحين. يا ماما حرام عليك، ما ينفعش كده. انت خالص مفيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافه. بي كول مان، بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل الحضارات. اونكل حرام يا اونكل، توسه ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا، امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما لو كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص، والواد تامر عليه النعمه بحصيل. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرعه اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق هيثم ان انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. ايه السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خبور. تديني خبور يا دبور. كتكوني لك مزاج اللي زي القشطه. لا 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 يا مورجان، دي تبع عدي. عدي يا ابني؟ ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اه ازيك؟ جايز لي خبور يا دبور. دن بابا. بابا ايه؟ ده انت اللي بابا. حضرتك ما انتم واختك ما انتما وانا ولا داري بحاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بنت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما هي. مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برجي ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان احمد مورجان في سيتس تو ذا دينز اوفيس.